أحمد بن عبد الله الشحي وزير البلديات الإقليمية والمواطنيات على تفضله بزيارة ولاية صحن في هذا اليوم المبارك. التقى معالي أحمد بن عبد الله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه الموقر، وبحضور سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات الإقليمية، وبحضور سعادة والي صحن بأصحاب سعادة أعضاء مجلس الشورى ممثلي الولاية والأفاضل أعضاء لجنة شؤون البلدية بالولاية ومشايخ وأعيان ولاية صحن، وذلك صباح يوم الاثنين الموافق 31 ديسمبر 2018 للميلاد، حيث ترأس سعادة الشيخ عوض المنذري والي صحن هذا اللقاء، تم خلاله مناقشة احتياجات الولاية فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة والتعرف على كافة المقترحات الهادفة إلى تحسين وتطوير منظومة العمل البلدي والمائي. فلعلنا نستشرف من هذه اللقاءات ما هو أولا من المواقف ونلمسها فعلا ونخرجها في الخطط تلك. أيضا هناك بعض الملاحظات التي قد لا تصل لنا كونها روتينية وتمر على طاولات المسؤولين الأدنى، لكن لما نسمعها ونعطيها بعض الاهتمام قد يكون هناك حلول يستفيد منها المواطن ويستفيد منها البلد. حيث تناول الاجتماع عدة مواضيع وتمت مناقشتها مع معالي الوزير، ومن أبرزها سوق صحن الجديد ومشكلة وادي المحموم ومعاناة الأهالي من جراء دخول الوادي إلى منازلهم وإيجاد سدود تغذية وسدود حماية بالولاية وصيانة الخطوط الإرشادية وكاسرات السرعة بالولاية وتنفيذ الطرق الداخلية مع الإنارة. من الاتجاهات وخاصة القريبة من نفق مجز، وسبق أن تمت المطالبة في هذا الجانب عدة مرات وخاصة فترة تنفيذ المشروع، وخبرنا الشركة على أساس أنها تنفذ المشروع الإنارة مع النفق، لكن ما وافقت، قالت هذا يخص الموضوع يخص وزارة البلديات. تكلمنا مع البلدية أيضا هنا، قالوا هذا الموضوع ما فيه الوقت الحاضر ما فيه إمكانيات. منطقة الحويل كثير من السيارات الشاحنات خاصة اللي مثل ما يقولوا نزل في الشارع وتعطلت بالأيام إلى أن تم نقلها من الموقع، وطبعا أزالت المشاكل هذه موجودة في منطقة الحويل. أيضا تم التطرق إلى معاناة المواطنين مع شركة بيئة وشركة حياة والتأخير في نقل مخلفات الهجم بالطريق الساحلي وطلب زيادة المعدات ببلدية صحن. إلى جانب تفعيل صناعية صحن وضبط ترخيص بعض الأنشطة التي تمارس خارج الصناعية وبسببها تغلق الأنشطة التجارية في الصناعية، بالإضافة إلى معالجة مشاكل الطريق الداخلي بالحويل القديمة وتسليم معالي الوزير بعض شكاوي المواطنين. منطقة نشطة تعتبر محافظات قريبة من أفضل المناطق الصناعية، ولكن بعد القرار عن صار انسحاب كثير بعض الأنشطة استفدت الكثير من بدار المطار اللي قد يكون ماشي على عين بلاد، وعرفتها ان شاء الله تعالى اوعدكم ان احنا راح نبحث فيها، واذا كان الحلول تقل تماما نحن منكم وفيكم وراح يكون فيها قرار اللي يصلحكم. تسعى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بالتعاون مع الجهات المختصة والمواطنين في الولاية لتحسين الخدمات المقدمة وإيجاد الحلول المناسبة للقضاء على المشاكل الحياتية والتي باتت تؤرق الكثير من المواطنين وتسبب لهم أضرارا مادية ومعنوية. وجاء هذا اللقاء بلفتة كريمة من معالي وزير البلديات للوقوف والنظر للرأي العام الذي يصب في المصلحة العامة بمشاركة حقيقية مع المجتمع.